يعني كرويا تعرف المفروض يعني اني بعد كورونا عودت الاخير العراق، المفروض انه اكون مع نفط الوسط حقيقه بهذا الدوري المرحله الثانيه، حتى انه الكادر التدريبي الكابتن عبد الغني شاهد حتى اداره نفط الوسط انه رحبت بعودتي ورحبت انه اكون متواجد اياهم بالنادي. بس حقيقة انه تعرف حسيت انه صار عندي التزامات، حسيت صار انه وقت خلص انه اكون بعيد، اعتزل عن كرة القدم واكون بعيد. وهذا الشيء القرار اخذته انه حقيقة اشكر الكادر التدريبي واشكر ادارة نفط الوسط انه كانوا مرحبين بي وكانوا انه مصرين ان اكون متواجد بهاي المرحلة حاليا مع الفريق. بس انه يعني القرار طلع انه انا خلص اخذ قرار انه الابتعاد، لانه عندي التزامات ثانيه يجب انه امارسها واكون بها. ادري ليش انتم هذا الجيل وما سبقكم والاجيال السابقه تعتزلون بصمت؟ وين الاحتفال؟ وين الاستذكار؟ وين الختام كابتن صالح؟ لانه استاذ علي تعرف احنا بالعراق يعني هاي المساله دائما حتى الجمهور ما دائما يعني يستطرقها ودائما ما يقول انتم ليش ما تعتزلون وليش ما تقدمون شيء وليش ما انه الناس شوف كل العالم كل اللاعبين هناك انديه هناك مؤسسات هناك اتحاد هو يقيم هاي الاشياء، هاي يقيم الاحتفاليه، يقيم المناسبات، اعتزال اللاعبين النجوم اللي خدموا البلد اللي خدموا الانديه. حقيقه احنا بالعراق ما عندنا هذا الشيء، شوف كل اللاعبين كل الاجيال كل اللاعبين يطلعون لأنه ماكو أي نادي أو ماكو أي مؤسسة أو ماكو أي مبادرة من أي جهة رسمية رياضية